للمزيد من المتابعة لهذا الملف أدعوكم للترحيب معي بضيفنا الكريم الذي انضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن، الأستاذ محمد العالم الباحث في الشؤون السياسية. أهلا بك أستاذ محمد. نعم، أهلا بك والسادة المشاهدين. قبل الدخول في بعض النقاط التفصيلية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة، أدعوك للاستماع لتأملك معنا حول مسألة تقدم بايدن في العمر، وهي واحدة من الإشكاليات التي ربما تابعنا جانبا من تفاصيلها على امتداد السنوات السابقة وخاصة في الأيام القليلة الماضية. المفارقة هنا أن الفارق الزمني بين عمر بايدن وترامب ليس بالكبير، تقريبا 4 سنوات، لكن بايدن حاله كما لا يخفى على الكثيرين حالته الصحية متدهورة بشكل أو بآخر، بينما دونالد ترامب لا يزال فيه شيء من الحيوية. المسألة التي أدعوك للتأمل فيها معي ومع مشاهدينا الكرام، التجربة الديمقراطية الأمريكية، هل الرجلان يمثلان مرحلة من مراحل الشيخوخة في السياسة الأمريكية؟ الوسط السياسي الأمريكي غير قادر على إنتاج بعض النخب الشبابية؟ نعم، وهنا عن هذه المشكلة اتضحت جليا بأن هناك فراغا في السياسة الأمريكية أدى إلى المشهد الحالي. يعني حتى دونالد ترامب هو الخيار يعني الذي يعتبر أقل سوءا من خيار جو بايدن، وهذا يعبر عن فراغ سياسي كبير، لأن الحزب الجمهوري ترك الساحة في ال4 سنوات السابقة لصالح دونالد ترامب منذ أن خرج من البيت الأبيض، ولم يحاول الحزب الجمهوري أن يختلق مرشح آخر أو يعطي الفرصة لمرشح آخر. هذا جاء نظرا لأن دونالد ترامب كان لديه يعني متابعين عدة ومقتنعين به، يعني فاق 70 مليون مواطن كانوا ينتظرونه منذ الانتخابات السابقة ومقتنعين بما روجه بأن الانتخابات السابقة قد تم تزويرها لصالح الرئيس جو بايدن. أما الحزب الديمقراطي فوقع في مشكلة كبيرة يدفع ثمنها حاليا، وهي أنه لم يسعى منذ عامين على الأقل إلى أن يجد بديل للرئيس بايدن، ولم يسعوا إلى إقناع الرئيس بايدن بحقيقة الحالة الصحية له وحقيقة أن دونالد ترامب هو منافس شرس يصعب أن يتم مواجهته بنفس الطريقة التي تمت مواجهته بها في الانتخابات السابقة. الانتخابات السابقة كان لها ظروف مختلفة، يعني جائحة كورونا ألغت كثيرا من يعني الإيجابيات في فترة ترامب، وبعض يعني الإيجابيات الخاصة بالانتعاش الاقتصادي في الداخل الأمريكي، وبالتالي ترامب أوقعه أو أوقعته حالة كورونا وليس قوة الرئيس جو بايدن نفسه. أما بايدن حاليا يعني في ال4 سنوات التي جاء فيها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حدث مشكلات كبيرة، خصوصا في طريقة إدارته للملفات الخارجية التي انعكست على الداخل الأمريكي. أيضا فكرة الحالة الصحية الحالية التي بدت يعني للجميع واضحة جدا للجميع بأن حالة الرئيس بايدن لا تسمح بأن يكون هناك ولاية ثانية، لأن هذه المشكلات الصحية ستظهر أكثر وأكثر في العامين القادمين. لكن إذا أذنت لي بالمقاطعة، هي واحدة من النقاط التي أريد أن أضع تحتها خطا ولحضرتك التصويب هذه الفكرة. شيخوخة الرجلين، هل هي دلالة على شيخوخة التجربة الأمريكية؟ بمعنى آخر، على امتداد ال20 عام الماضية تقريبا التي بدأت منذ سقوط الاتحاد السوفيتي السابق، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية على امتداد العالم وكأنها شابة فتية قوية تسعى لإقامة التجربة الأمريكية في كل مكان من العالم. قدمت بيل كلينتون، أوباما، إلى غير ذلك من الوجوه التي كانت مواكبة لهذه الفترة التي هيمنت فيها واشنطن على مقتضيات العالم، إذا صح التوصيف أو التعبير. الآن لدينا هذين الرجلين في هذه المرحلة العمرية المتقدمة، هل هما يرمزان بالفعل إلى شيخوخة حقيقية للتجربة الأمريكية، أم أن هذه وجهة النظر يعني غير صائبة في الربط بين الحالتين؟ هي ليست شيخوخة بشكل عام، لأن الديمقراطية الأمريكية في استطاعتها أن تجدد دماءها مرة أخرى، لكن هو ينعكس على الحالة التقليدية في السياسة الأمريكية، وهي فكرة يعني الاعتماد على حزبين وفقط، هو الحزب الديمقراطي والجمهوري. أعتقد أن الحالة الحالية تفرض على الساحة السياسية أن يكون
أن يكون على الأقل للمرشح المستقل قوة توازي قوة الحزبين ودعم مالي يوازيها، بما أن هناك حركات جديدة بدأت تظهر منذ يعني أحداث 7 من أكتوبر ومنذ الانتخابات الأمريكية السابقة، فكرة الحركات الطلابية التي بدأت يعني تؤثر كثيرا في الداخل الأمريكي وتعبر عن تفجر الأوضاع السياسية. في رأيي ما أوصل السياسة الأمريكية إلى هذه المرحلة الخطرة هي فكرة الاستقطاب. كان لابد أن يكون هناك مرشحين آخرين عن الحزبين، لأن بالفعل بايدن وترامب أخذوا يعني الداخل الأمريكي إلى استقطاب حاد، البعض توقع به أن ينتهي إلى حرب أهلية، لأن دونالد ترامب نفسه هدد إذا لم يفز في الانتخابات القادمة فربما يكون هناك أحداث لا يحمد عقباها، وبالتالي هي شيخوخة للنظام السياسي الأمريكي التقليدي. لكن في اعتقادي باستطاع الديمقراطية الأمريكية أن تجدد من دمائها مرة أخرى، وأعتقد أن هذا سيكون ليس في هذه الانتخابات ولكن في الانتخابات التي تليها إذا ما تم تصحيح الأوضاع. كان الحديث أستاذ محمد أثير في الفترة الأخيرة حول أحد الشخصيات من عائلة كينيدي ربما يكون بديلا للرجلين، هل لا تزال فرصه قائمة أم أنه منافسة منحصرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمرشحيهما المتقدمين في العمر؟ نعم، عن روبرت كان من أهم الأسماء المطروحة حاليا، لكن هذا الأمر يعتمد على درجة إقناع الحزب الديمقراطي للرئيس بايدن بالعدول عن فكرة الترشح، لأنه إذا صمم على الترشح وأخذ تصريح ليه يقول ذلك أنه لن يمنعه أحد من الترشح إلا الرب ولا يعلم من يقصد بالرب هنا، لكن يعني فكرة ترشحه هو مصمم عليها حتى الآن. الأمل الوحيد للحزب الديمقراطي أن يقنعه بأن يعزف عن هذه الفكرة. هنا روبرت كينيدي سيكون له دور هام جدا، لأن روبرت كينيدي لديه خلفية مالية جيدة يستطيع أن يواجه بها ترامب حاليا يواجه المجتمع الأمريكي. لا، معذرة، كينيدي لو ترشح، روبرت كينيدي هل سيترشح عن الحزب الديمقراطي أم بشكل مستقل بعيد عن الحزب الديمقراطي؟ لا أعتقد أن فكرة ترشحه الوحيدة وأمله الوحيد هو الترشح عن الحزب الديمقراطي، لهذا الأمل في أن يقوم الحزب الديمقراطي بإقناع الرئيس جو بايدن بالعدول عن فكرة الترشح حتى يكون هناك مكان لروبرت كينيدي ويكون يعني من حوله كل الديمقراطيين في الداخل الأمريكي، وبالتالي يكون له فرص كبيرة في الفوز، لأن ترامب قوة ترامب في هذا العام بالتحديد تأتي من ضعف بايدن. إذا ما توفر يعني مرشح قوي يتحدث بنفس اللغة الاقتصادية التي يتحدث بها ترامب للمواطن الأمريكي فبالتأكيد سيحدث الفارق، لأن أيضا ترامب لديه تحديات كبيرة، هو متهم ومدان في 34 قضية وينتظر تحديد مدة العقوبة والاستئناف هو الأمل الوحيد له، لكن روبرت كينيدي ليس لديه هذه المشكلات. بايدن أيضا لديه نفس المشكلات، لكن من جانب ناجله هانتر بايدن الذي اتهم في قضية منذ أسابيع ولديه قضايا أخرى خاصة بعلاقاته بالنظام الأوكراني على سبيل المثال. لهذا من الأفضل للحزب الديمقراطي أن يكون روبرت كينيدي هو المرشح، لأنه سينعش أمل الديمقراطيين مرة أخرى في العودة إلى البيت الأبيض أو عدم مغادرة البيت الأبيض. وأعتقد أن روبرت كينيدي يعني مرشح لن يعتمد على الاستقطاب كما يعتمد عليه ترامب، وسيكون عليه نوع من التوافق في الداخل الأمريكي. طيب إذا ما تحدثنا عن الحالة المزاجية بالنسبة للشارع الأمريكي على المستوى الشعبي، ما هي أهم ملامحها أستاذ محمد برأيك؟ نعم، يعني هو الحالة المزاجية متجهة بشكل مباشر إلى دونالد ترامب. المواطن الأمريكي الاقتصاد هو ما يهمه في المقام الأول، لا ينظر إلى الملفات الخارجية، فئات قليلة جدا في الداخل الأمريكي هي من تهتم بالملفات الخارجية وتأثيرها على الداخل الأمريكي. أعتقد أن ترامب لديه شعبية كبيرة جدا، استطاع أن ينشر فكرة إعادة الانتعاش الاقتصادي مرة أخرى، لهذا هنا المواطن الأمريكي مقتنع به ويريد عودته مرة أخرى. حتى بعض ممن لن يصوتوا له سيمتنعوا عن التصويت في العموم، لن يعطوا أصواتهم لبايدن لأنهم يعتقدون بس يعني وصحح لي أيضا، ليس بالضرورة النجاح الشعبي أن الفوز بالانتخابات الرئاسية، لأنه مرة أخرى صحح لي إن كنت مخطئا، نظام التصويت معقد، بمعنى من الممكن أن تحقق نجاحات على مستوى الشعبي لكن المجمع الانتخابي من الممكن أن يكون له رأي آخر، يعني أليس كذلك؟
نعم، هذا هو ما حدث لدونالد ترامب في انتخابات 2016 ضد هيلاري كلينتون. هيلاري كلينتون كانت يعني الفائزة بالأصوات الشعبية، لكن المجمع الانتخابي هو من يعني صعد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. دعني أقول يعني أن ترامب حتى الآن لم يحصل على الأغلبية الشعبية في كل الانتخابات السابقة. بايدن كان متقدم عليه شعبيا، وهيلاري كلينتون كان متقدمه عليه شعبيه، لكن في هذا العام بالتحديد او هذه الانتخابات بالتحديد الوضع مختلف تماما، لان نعم. ترامب جاء ب 70 مليون صوت مضمونين له، وانضم اليه اطياف كبيره من الشعب الامريكي، وبالتالي سيكون من الصعب جدا على بايدن ان يلحق به. لهذا كما قلنا، الامل في ان ياتي روبرت كينيدي لينعش الامل نعم. نوعا ما، ومجيئه ليس فوزا للحزب الديمقراطي بشكل تام، ولكن انعاش للامل يعني في نعم. هذه الانتخابات. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد العالم الكاتب والباحث السياسي، متحدثا إلينا مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن. شكرا جزيلا لك.